احمد عرفته تدر الحديد، واني عرفته غير في التليفون، كان كيهضر مع بنت اختو. هذيك هي العلاقه ديالي بحمد، صافي بقيت كنهضر معاه كنواسيه. كان كيعيش عزله، كان ديما بوحدو داخل الاكتئاب، ديما بوحدو ديما. يعني صافي انا قررت نبقى نهضر معاه نواسيه، يعني انا خديت واحد القرار في نفسي. يعني هذاك الانسان باقي صغير، يعني دار حادثه خاصو يخرج من ديك العزله. كيفاش غادي ندير نخرج من ديك العزله؟ بقيت تفكرت ومشينا. جابت هالوقت مشينا للمدينة السيدي سليمان انا وخالتي، كانت ولدت اختو. يعني مشينا تعرفت عليه مزيان، يعني المباشر ماشي بحال التليفون. المباشر يعني عرفت بزاف ديال الحوايج عليه، يعني اكتشفت عليه بزاف ديال الحوايج، كيفاش كيعيش، كيفاش يعني الشخصيه ديالو، كيفاش يعني بزاف ديال الحوايج. صافي قررت انه هو ناخذ واحد القرار نتزوج به. منين تحديتي الاسره العائله؟ تحديت الجميع. انا كنقولها واش تحديت الجميع على ودو، ما عرفتش حب من اول نظره. المهم انا حطيت بلاصتي في بلاصتو، يعني انا والله الا كان بغيه من قلبي كنخرج هاد الكلمه وفرحانه بها، لانه مش واحد الانسان معاق. يعني صافي غادي ما يعيش فرحان، ما يعيش صافي. مشات الصحه راه عنده القلب، عنده يعني هو كيحس. صافي ماشي دار اكسيدو مابقاش كيتمشى، صافي غادي يبقى مريض، غادي يبقى عايش في ديك. لا بالعكس، خاص اللي تواسيه وتكون في جنبه في داك الظرف بالاخص، باش يزيد يعني تعطيه القوه باش هو يكون يعيش مزيان. يعني التراتمو ديال الدواء ديالو ياخذو وهو فرحان، يعني ماشي ياخذ الدواء ويتعصب ولا ماشي مرتاح كيفكر. بالعكس الا خدا الدواء هو كيفكر، هو كي راه ما كاين والو. الحمد لله عوضني ربي كنز الناس، يعني كنز من كنوز الدنيا، فيها الام فيها الاخت فيها كلشي. كيما قلت كنتي صحيح في صحيح خدام مزيان، كنت صحيح في صحيح خدام في خير وعلى خير. جا واحد النهار اللي تقلبت الحياه، وانا في حادث سير تقلبات الطوموبيل ياك؟ تقلبات بكم الطوموبيل؟ تقلبات بنا الطوموبيل الحمد لله. فكان شلل الكلي؟ اش عندي شلل كامل، راه تا البيت كانت هكا. دابا نعم. مع الدراري الصغار والطرويل راه كنهز غير تا لهنا. نعم. هادي ما نقدرش، ولا هزيتهم بجوج نقدر نهود عندك انت. الحمد لله اختي انت راك عارفه. من عند الله. نهاد فيها كل شيء دابا. الحمد لله فيها كل شيء. هي اللي كتشربك الدواء، هي اللي كتعومك، قلتي لي. هي اللي كتعطيني ناكل، هي اللي كتشربني الدواء. إلا طاح لي غير التليفون هي اللي غتهزوش من الدنيا، هي اللي غديرو يتسارجا. شكون اللي غيدير هادشي؟ هي اللي غديرو. تعومك كل شيء. كل شيء هي تعومني، تدق الشوكة، تبدل لاصون. رديتها فرملية والله. لو كان نصيب يعني نعطيك اكثر من جهدي، لانه بالعكس كنشوف واحد الانسان معايا فرحان، انا كنفرح، يعني كيعطيني القوه نزيد نعطيه بزاف ديال الحوايج. شتي واخا يعني كيكون بزاف ديال الحوايج ضروري خاصك تضحكي، وراه الضحكه في وجه اخوك صداقه. يعني واش غادي نبكي ديما الناس اللي يشوفوني؟ لا بالعكس نضحك، والقلب راه عالم به الله سبحانه وتعالى. اي واحد تشوفه يضحك بزاف عرفوا داك الانسان مسكين راه عامر من الداخل. يا ريت من مول الكاميرا تشوفوه فاش كيعاني وباش وبزاف ديال الحوايج. درت يعني فرشت بحال اي واحد، فوسط دراري كان بي كان زكي كان طر منهم طر منا. يعني ضروري خاصني هي كنغوت كنبرح زعما. كتبرحي؟ هو كنبرح بحال الدراري، كنبقى الرجال الرجال الغلا والو لا 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 الغلا لا. كنبرح معاهم بحالي بحال اي واحد والله، يعني هكا ديما. واللي صورتيه تشري الدواء؟ اللي صورته كناخذ به الدواء، ناخذ به ليكوش. يعني دوك الفلوس كنبقى شاداهم كنقولو حمد هادو خاصهم يمشيو فارماسي، هادو خاصهم. يعني كنفكر غير في حمد صافي، انا ما كنفكرش في راسي والله. اي حاجه كنقول ها هو فلوس ها راه جبت قدا وقدا هكا. قسما بالله اي حاجه كيقول لي لا هذيك روحي خدي بها البيجاما، كنقول له لا لا واش لابسه ولا عريانه انت الاول. اما اللبس ماشي درك دابا، الوقت قدامنا والله. ديما هاد الفكره حتى ورا الكاميرا راه عايشين هكا انا وحمد. يعني كنعيش الضحك معاه، كنعيش اي حاجه معاه. نقدر هو يكون معصب وانا نضحك عليه، ماشي نضحك عليه، كنبقى نضحك وهو ما كيتقبلش. وكيعجبني الحال وهو معصب وكيزيد يتعصب. كنقول انا راه كنقول لي غبري من حدايا روحي لداركم، كنقول لا انا معاك بوت نبت. سنين ديال جوج ما عمري غضبت، قيتش بالعكس انا هادشي عندي رياضه كنديرو وانا مرتاحه والله. يعني هادشي راه كنهضر بحال الكاميرا ما خداماش، راه كنهضر من قلبي
والله ماشي من عقلي، راه هذا الشيء كيخرج من القلب. انا راه قدوه للمراه المغربيه، والمراه المغربيه راه صراحه هي كل شيء. الفلوس ما مهمينش، المهم تكون عندك الصحه وتكوني مرتاحه، والسعاده ديرها بيدك. والله كنعيش السعاده كنديرها بيديا، ضروري نخلق، ولو غير 30 درهم خاصني نخلق بها السعاده، نديرها وندير كيقول لي لمن كتوجي هادشي، كنقول له لينا غير انا وياك، خاصني ننور ندير شلاضه، ندير على قد الحال، وخاصني نعيش معاك، نقول له لا وصافي، يعني خاصني نعيش غير لحظه، راه كنعيشوا غير واحد الحاجه، لانه هو الموت كتخرج. دابا كتقول لي راه نطلع القناه ديالي غادي نوجد الكوزينه، غادي اللي ندير واللي ندير، تنقول انا نجيب عليك الدره. ياك هادشي كله باغي تجيب عليها الدره. على ديك القناه درتي قناه باش تحسني الوضع المادي ديالك، وكتقولي هادشي كلشي باش ندير الترويض لاحمد، سميت القناه ديالك نعرفوها احمد فلوق. انا هاد القناه فتحتها على ود احمد باش نحسن الوضع ديالو، اما انا راه برجيلاتي هو اللي محتاج بزاف ديال الحوايج، هو يعني كيحتاج للدواء، الدواء شهري، كيحتاج الحفاضات، كيحتاج بزاف ديال الحوايج. قررت نفكر، وبزاف ديال الناس صراحه وقفوا معايا وقالوا لي اختي انت تبارك الله عليك مرا وقاده، علاش ما تفتحيش قناه وتخدمي عليها؟ وداكشي اللي درت، خدمت على القناه ديالي والحمد لله تفعلت، ناقصاني المشاهده وناقصني يعني بزاف، يعني انا نتمنى رسالتي توصل للمغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، يوقفوا معايا على هذه القناه ديالي. راه غير كتبت كومونتير زوين وضحكتوا معايا، وراه حتى داك راه صدقه، وبالعكس غادي نعطيكم بزاف ديال الحاجات الا عطيتوني نتوما داك الكومونتير اوجي، راه غادي تعطوني، غادي نزيد انا نعطي، هما غادي يعطوني دوك الكومونتير الزوينين والايجاب، وانا غادي نعطيهم، يعني غادي يبقى يدخلني من دخول شهري، ضروري غادي تقعدوا تشوفوا معنا القناه ديالنا فيها باش كيفاش كتفرحني بالشواكي، فاش كدك ليا الشوكه، فاش كتنعسني في الارض وكتدوش ليا من نبتس، كيفاش كتحيد لي حوايجي وانا كنقصقص بالبرد حيت انا البرد كيغلبني، يعني بلا ما نحرقوا المراحل كاين بزاف بلا هاد الشيء، يعني كندير الطياب، كندير اي حاجه درتها، الا درت غير العدس كنشاركوا مع المغاربه، هاي دخلوا يشوفوا، يعني بنت الشعب انا وغادي نبقى بنت الشعب، الله يخلي لي كيف ما انا، والحمد لله راه ربع سنين ديال جوج ما بدلت فيا والو قبيله. المهم انا اللي كنقول لك كنشكر المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وجميع من كيقول لا اله الا الله عز وجل، الفم اللي كيقول كلمة خايبة يقول كلمة زوينة، واللي كيكتب كلمة خايبة يكتب كلمة زوينة، واللي ما قدرش يدير شي حاجة يبارطاجي مع خوتو، تابونا ويديروا شي حاجة، مهم باش واحد العبد راه كاين الناس برجليهم وصلوا، حنا ما حسدناهمش، الله يسهل عليهم، مي حنا ونداوي الاحتياجات الخاصة يخليونا حتى حنا نوصلوا، إن شاء الله. إلا ما خلوناش راه غنجمعو عليهم ونديروهم. شكرا لك. شو باش تقول لها؟ هي كلشي تيحبني، هي تنحبك ونموت عليك مالك، تيحبني انا كنحبو كما هو كيحبني كنحبو. مني هذا احمد فلوق، نتمنى منكم تدخلوا وتابوناو معايا في ديك القناه، راه هي كلشي، انا يعني ديك القناه تفاعلت لي راه بالعكس، غادي والله انا ان شاء الله دابا راه شديت من بركه لكازا، ولا تفاعلت راه غادي نجيو ندير الديفيلينا لكازا، نجيو نعيط للسعاده، نعيط للصحافه ديال كازا كاملين، وندير معاهم فيديوهات، وانا فرحانه ونقدر نعطي المغاربه يعني شي حاجه زوينه. كنقول لخوتي الله يسهل عليهم، يعني لا تواصلوا معنا، ويعني لا دعمونا، بغينا حنا نعاونوا يعني الناس اللي محتاجين، كاين القنوات الصغرى اللي محتاجها والله الا كاينين بزاف، وخاصهم يتواصلوا حق الله، وكاين ناس كبار وواصلين وما كيبغيش يوصلوا القناة الصغرى خاصها تمشي عند يعني الناس ديال الشعب، حال دابا نتوما شانا ديال شوف تي في دار الشعب كما كنقولوا، كنجيو حتى عندكم كتوصلوا الصوت ديالنا، الكلمات ديالنا، الناس ديال المغرب وخارج المغرب، هذا وكنشكركم بزاف بزاف، ونتمنى منكم تفرحوني باش ان شاء الله تعالى نزيد نعطيكم شي حاجه اللي زوينه وفي المستوى، وصراحه انا كندير داكشي في المستوى، داكشي نقي، داكشي يعني زوين ويعجبكم ان شاء الله، والله يقدرني عليكم ويقدرني باش نوصل،
ودرت انا داكشي اللي في الاحلام ديالي، والله الحلم ديالي احمد يوقف على رجلي، نديه لشي سنتر يدير الترويض ديالو، انايا نقابلو الدار.